بص يا شباب، الموضوع بتاع النهارده حاجه اسمها الديترمنت. احنا كنا خدنا ايه؟ الماتريكس، صح؟ طب وخدنا الملتبلاينج بتاع الماتريكس والادنج والسبتراكتنج لمين؟ للماتريكس. انا هنا عندنا حاجه هناخدها اسمها الايه؟ الديترمنت. طب هل الديترمنت هي الفاليو بتاعت الماتريكس؟ لا. هل الديترمنت هي الفاليو بتاعت الماتريكس؟ سؤال بقى انا عاوز اساله لك، يعني ايه ماتريكس؟ مين فاكر يعني ايه ماتريكس؟ يعني ايه ماتريكس؟ ماشي، الرو والكولوم دولت فور وات؟ اورجانيزنج داتا او ريبريزنتنج داتا، صح؟ طب ينفع لما اعمل ريبريزنتنج داتا اقول له هات الفاليو بتاعت الداتا؟ لا. طب اما الديترمنت فاليو هو عباره عن فاليو، يعني انت بتجيب يعني مثلا اخر الديترمنت ده بيطلع نمبر، يعني لما اجيب الديترمنت دي بيطلع لي في الاخر ايه؟ نمبر واحد. طب مستر مش دي شبه الماتريكس؟ اه شبهها. طب احنا بندرس ليه الديترمنت؟ احنا بندرس الديترمنت لان كان في حاجه اسمها سولفنج ايكويشنز. فاكرين لو احنا عندنا تو ايكويشنز كنا بنحلهم ازاي؟ اوميتنج او سبستيتيوشن، صح؟ او كنا بنعمل على الكالكوليتر مود ايكويشن 1، صح؟ في واحد اسمه انكل كرامر. عم كرامر دوت ايه؟ كان بيحل الايكويشنز، وهو بيحل الايكويشنز كان بيعمل فورم جوه كده، الفورم دوت سماه ديترمنت. فاحنا الاول هندرس الديترمنت عشان نقدر نفهم عم كرامر لما بيجي بيحل الايكويشن في اوبريشن جوه زي الاديشن زي السبتراكشن زي المالتيبليكيشن بيعملها سماها ايه؟ ديترمنت. طيب انا بجيب الديترمنت ازاي؟ في عندي نوعين من الماتريكس، في نوع من الماتريكس 3 في 3 هي سكوير وهجيب لها ديترمنت، وفي ماتريكس 2 في 2 وهجيب لها الديترمنت. انا اسف ان انا بقول ماتريكس بس هي شبه الماتريكس اللي هي الاوردر بتاعها 2 في 2. طيب هو يا مستر الديترمنت دوت كده خلاص لما ندرسه؟ لا، انت لما تيجي في ثالثه ثانوي هتاخد ديترمنت تاني بس هيبقى اصعب من ده واقوى من ده، خلاص؟ يعني الحاجه دي مستمره معاك، فيا ريت تفهم الجزء البسيط عشان هيكمل معاك في موضوع كبير. قلت له طب انا لو عايز اجيب هنا الديترمنت اجيبه ازاي؟ قال لك اعمل ده ملتبلاي ده، يبقى 2 ملتبلاي 8 ماينس ده تايمز ده 3 ملتبلاي 5. 2 تايمز 8 16 ماينس 15 ايكوالز كام؟ يبقى الريزلت بتاعه طلع ايه؟ فاليو. طب هنا عشان اجيب الديترمنت هعمل يبقى ايه؟ اي دي ماينس بس كده، هي دي الرول بتاعت الديترمنت. صعبه؟ مش صعبه. طب يلا هنا 4 تايمز 6 24 ماينس نيجاتيف 14 يعني بلس 14 ايكوالز وات؟ 38. مش فاهم؟ هفهمك تاني. انا بعمل اوبريشن عشان اجيب الديترمنت، بعمل 2 تايمز 8 ماينس فشفه، بعمل 4 تايمز 6 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 7، هعمل ايه؟ 5 تايمز كام؟ نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 تايمز 4. مفيش حاجه صعبه، انت فاهم قصدي؟ يعني هنا هتبقى 5 ملتبلاي نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 تايمز كام؟ صح كده؟ دي بكام؟ ودي بكام؟ يبقى ايكوالز كام؟ هنا هنعمل ايه؟ ساين باور 2 ثيتا ماينس نيجاتيف كوزاين باور 2 ثيتا، يعني هتبقى كانها ساين باور 2 ثيتا بلس كوزاين باور 2 ثيتا ايكوالز وات؟ من التريج. يبقى احنا ممكن يجي لنا حاجه من التريج، حاجه من الايات، حاجه من عارف في الديترمنت عادي، اتفقنا؟ طيب انا لو عندي 3 تايم 3 وعاوز اجيب لها الديترمنت اعمل ايه؟ بسيطه. تعال الاول نالف واحده بارقام ولا يبقى نشوف اللي بالليترز زي المره اللي فاتت. حد يالف لي اي ارقام كده؟ شطار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى دوت ارقام من عندي، خلاص؟ From 1 to 9. انا عاوز اجيب حاجه اسمها الديترمنت هنا. في عندي نظريه اسمها نظريه اشطب قطع. في عندي نظريه اسمها نظريه ايه؟ قلت له ايه يا عم مشط مقطع دي؟ قال لي المفروض تختار يا رو يا كولوم. تحب تختار رو ولا كولوم؟ هو بمزاجي؟ اه.
طب وكلهم هيدوني نفس الاجابه؟ اه. طب ممكن نجرب؟ تعال. اهم حاجه في عندي حاجه اسمها بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. ايه يا مستر بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف دي؟ قال لي يعني انت عندك كده ديترمنت ان هنا بيبقى ايه؟ هنا 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 بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. بنستعملها دي في ايه يا مستر؟ لسه هعلمك بس ثانية واحدة. اي حد يختار يا رو يا كولو، انا نصيحتي ليك ما تختارش الاثنين دول عشان فيهم النيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وانت بتنساه. احمد تحب تختار اني رو او اني كولو؟ 159 ده ولا رو ولا كولو. ده المين دي يا جماعه؟ 147 يبقى ده رو. طيب ال1 دوت مكانه هنا ايه؟ بوزيتيف. استنى بس، وبعديها نيجاتيف وبعديها بوزيتيف. انت اخترت مين؟ 147 ادي ال1 وادي ال4 وادي المين. انا كتبت هنا ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف 147. هكتب هنا ديترمينانت، هكتب هنا ديترمينانت، هكتب هنا ديترمينانت. خلاص الديترمينانت ده هيتكتب جواه مين؟ انا حاجه عند مين؟ الرو ده. مش انا سوري انا اسف الكولوم ده، مش انا استخدمت ال1 وال4 وال7؟ استخدم معاه نظريه اشطب قطع. يعني عند ال1 ده اشطب قطع يتفضل مين؟ ال5 وال6 وال8 وال9. تعال عند ال4، تعال عند ال4 اشطب قطع يتفضل مين؟ 2 و 3 8 و 9. تعال عند ال7 اشطب قطع يتفضل مين؟ 2 و 3 وال5 والايه؟ انا اسف وال6. حاضر اعيد لك تاني حالا. انا جيت هنا عند ال1 وال1 دوت ماسك رو وكولو. هتيجي عند ال1 كده اشطب قطع يتفضل مين؟ ال5 والايه؟ وال6 وال8 وال7. هتيجي عند مين؟ ال4 اشطب قطع يتفضل مين؟ ال2 وال3 وال8 وال9. تعال عند ال7 اشطب قطع يتفضل مين؟ ال2 بس. فعند كل واحده بشطب وايه؟ وقطع. هنيجي هنا مين يحل معايا؟ نمبر. طب تعالى لسه دي ما خلصناهاش. يلا هنا في دي انا عندي هنا مين؟ ال1 ملتبلايد باي مين؟ ده ماينس 4 ملتبلايد باي مين؟ ده بلس 7 ملتبلايد باي مين؟ ده. طيب تعالى كده هنكتب هنا مين؟ 5 صح. 5 ملتبلاي 9 بكام؟ 45 ماينس 8 باي 6 ايكوال كام؟ 48. هنا 2 تايمز 9 ماينس 3 8 تايمز 3 24. هنا 2 تايمز 6 12 ماينس كام؟ 15. الريزلت اللي بيطلع لي يطلع بوزيتيف او نيجاتيف مش فارق، بس معلومه مهمه. عارف لو انت اشتغلت كده او ممكن تشتغل باي رو تاني. استنى ما اوضح لك دي. هنا كان في مين يا جماعه؟ 1 وهنا 4 وهنا 7. طب سؤال، لو واحد عاوز يشتغل بطريقه تانية، لو واحد عاوز يشتغل بايه؟ ممكن يشتغل بايه هنا؟ رو 1 2 3. هل هيدي نفس الاجابه؟ اه. تيجي تجربي دي اجابتها طلعت بكام يا جنى؟ جربتيها؟ طب قبل ما تجربيها احنا هنعمل الرو 1 2 3. يلا هتبقى ايه؟ نكتبها فين؟ نكتبها فين؟ تعالي هنا هنكتبها هنا. قولي كده. طب الرو 1 2 3 يشتغل ببوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. خلاص يلا هنعمل اني رو بقى عندي. هنستخدم اني 1
ادي ال 1 وبعد كده ال 2 نجهزها وهنا ال 3 ونعمل عند كل واحده ايه الديترمننت تحت. يلا الديترمننت هنا هيبقى مين؟ عند ال 1 اشطب قطع يتفضل مين؟ 5 6 8 9 عند ال 2 هنا سفت اشطب قطع هنقطع ده يتفضل مين؟ ال 4 وال 6 وال 7 وال 9 ادي ال 4 وال 6 وال 7 وال 9 نيجي عند مين بقى؟ 3 اشطب قطع يتفضل مين؟ 4 و 5 اهي 4 و 5 7 و 8 تعالى نحلها فوقيها احنا هنغطي على دي مش هنعملها اصلا هتبقى equals ها 1 multiplied by what minus 2 multiplied by what plus 3 multiplied by what هنا هتبقى كام؟ 5 multiply 9 45 هنا هتبقى كام 36 minus 42 هنا 32 minus 35 دي ثلاث بكم معك يا هنا يا جن يا سبحان الله دي طلعت بزيرو ودي طلعت بايه؟ اقول لكم على سر والله العظيم شايفين دي اجابتها هتطلع ايه؟ لا لا مش هقول لك خلينا هنا في المساله اللي بعديها انا عندي حاجه اشتغل على اني رو او على اني كولوم هيا انجي عارفين انا هنا ممكن اشتغل على مين؟ على الكولوم ده انا هشتغل على الكولوم ده عارفين ليه؟ عشان في زيروز كل ما يكون في زيروز اكتر اعرف ان انت في حاجات هتبقى بزيرو ازاي يعني مش فاهم مش انا هشتغل بنظريه اشطب قطع اول حاجه هكتب مين؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف صح؟ طيب هنكتب هنا مين؟ الفور وهنا وهنا طب زيرو تايمز اي حاجه يبقى ده كله ملوش لازمه مش هكتبه اصلا حاجه على ده عند الفور اشطب قطع يتفضل مين يبقى 5 ونيجاتيف 2 قول كده نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 هتبقى الاجابه ايكوالز كام 4 ملتبلاي نيجاتيف 5 ماينس 6 هتطلع ايكوالز كام نيجاتيف 44 طلعت معايا بكام نيجاتيف 44 خلاص كده اتحلت طب تعالى في اللي جاي ما. نعم لا انا بعلمك حاجات في دول لما نيجي هنا في المساله دي حد ملاحظ حاجه في عندي تريانجل عامل زيرو صح لو استخدمت نظريه اشطب قطع وحليت بالرو دوت او بدوت او بدوت سوري انا اسف بالكولوم ده او الرو ده او الرو ده او الرو ده او اي كولوم الإجابة في الآخر هتطلع لك الـ product of these values اللي هما الـ main diagonal يبقى لو عندي في الكورنر هنا zeros 3 zeros أو في الكورنر اللي فوق 3 zeros أعرف إن الإجابة عندك هتطلع لك مين؟ negative 1 times 3 times 6 عاوز تعرف ليه؟ هوريك ليه بص لي كده طب ما تيجي نشتغل بنفس الرو اللي هو negative 1 هيبقى positive negative positive مش احنا عندنا هنعمل واحده بس هيبقى نيجاتيف 1 وبعد كده مين الديترمن بتاعي 3 نيجاتيف 2 0 6 لو عملت هتبقى ايكوالز نيجاتيف 1 ملتبلايد باي 3 تايمز 6 ماينس 0 تايمز اي حاجه بكام يبقى هتبص تلاقي ان هي معموله مين نيجاتيف 1 تايمز 3 تايمز 6 يبقى لما يكون عندي الترينجل ده هنا او هنا اعرف ان الاجابه بتاعتك هتطلع لك ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 ملتبلاي 3 ملتبلاي 6 اللي هو المين دي هتبقى بكام؟
نيجاتيف 18 هتطلع كام؟ نيجاتيف 18. يعني انت لو جات لك المساله مثلا ايه حسب كده كده 5 0 0 4 3 0 2 1 مثلا 7 ليه طيب 6 ماشي لا خليها 2 انا عاوز اخليها لك 2 ماشي وخلي دي 12. مسألة زي دي هتتحل ازاي؟ مش انا عندي دوت كله زيروز اللي هو التريانجل ده صح؟ يبقى البرودكت اوف ذيس مين دياجونال لازم المين دياجونال بس يبقى الاجابه بتاعتي ايكوال كام؟ 5 ملتبلاي 3 ملتبلاي مين 2 5 تايم 3 5 تايم 2 10 10 تايم 3 30 انا اسف انا اسف 30. صعب الدنيا؟ فهمنا يعني ايه ديترمنت؟ هو ده ديترمنت. طب احنا كنا بنتعلم الديترمنت ليه؟ عشان نشتغل مع اونكل مين؟ كرامر. ماشي؟ او مبدا السولفنج تو ايكويشنز يوزنج الديترمنتس او الماتريس. ما احنا هنشتغل عن طريق الماتريسز او الديترمنت. طب ده بيشتغل ازاي؟ هعلمك بعدين. احنا هناخد مساله دلوقتي على الديترمنت برضو صريحه وبعد كده نتعلم عن كرامر قال ايه وبعد كده نشوف بعض الحاجات. احنا هنا يا جماعه معانا ثلاث مسائل على الديترمنت. مستر ده كولينير وتريانجل ويري هعلمك ازاي نستخدم الديترمنت عشان نحل المشاكل دي. خلاص؟ طيب وبعديهم هناخد مسائل على مين؟ على كرامر. وبعديهم هناخد مسائل على مين؟ على كرامر. هنا في اول واحده مين يحل نمبر 1؟ سولف. يعني ايه سولف؟ يعني ايه سولف؟ سولف يعني حل؟ يعني ايه حل؟ وتحلها يعني ايه؟ يعني هتحلها الانسر لمين؟ هنجيب الانسر لمين؟ لاكس. يعني احنا هنحل عشان نجيب ايه؟ اكس. كملي كده يا هنا، هتجيبي اكس ازاي؟ هنشتغل على الكولوم ده. طب انت عملتي، انا شايفك عملتي كده وعملتي كده ورجعتي اخترتي كده. طب انا اشتغل على الكولوم ده ولا على الرو ده؟ ايه يا فندم؟ لا مالكيش دعوه، ده هيطلع نفس اجابه ده. مين الاسهل لك؟ الرو. ليه؟ عشان في زيرو، لان في ترم هيخلص. اتفقنا؟ يبقى هشتغل على الرو ده. اجهز الشغل على طول. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. وهاجي هنا هو قايل ايه؟ هنا مين؟ اكس. واعمل مين؟ الديترمنت بتاعي. مين الديترمنت بتاعي؟ عند الاكس قشطب قطع. اهو شطبت الاكس الرو بتاعها بص كده قشطب قطع. يتفضل مين؟ 1 ماينس اكس. ادي 1 ماينس اكس وهنا نيجاتيف اكس وهنا نيجاتيف 1 وهنا 1 ماينس اكس. نيجي هنا مين اللي بعديها؟ الزيرو وحاجه عندها قشطب قطع مش هعمله اصلا. مش هوجع دماغي عليه. خلاص؟ فالزيرو دوت هسيبه. بعد كده بلس مين؟ ال1 وعند ال1 اشطب قطع. 8 1 ماينس اكس اكس نيجاتيف 1 صح كده؟ تعالي هنا ايكوالز ايكوالز هنا عند الاكس براكت بلس ال1 براكت المفروض ايكوال كام؟ هو ايه اللي في الاخر ايكوال زيرو صح؟ طيب هنا هنعمل ده ملتبلاي ده ماينس ده تايمز ده. مش ملاحظين هنا حاجه؟ ايه ده في حاجه؟ المساله دي في حاجه غلط. لا انا كاتب فيها حاجه غلط. دي بلس 1 دي يا جماعه بلس. خلاص؟ فدي بلس بس. خلاص؟ ها يلا حد ملاحظ حاجه هنا؟ 1 ماينس اكس ملتبلاي 1 بلس اكس مش دي كانها 1 باور 2 ماينس اكس باور 2 ماينس نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف اكس. يبقى دي واحده. هنا هتبقى 1 ملتبلاي نيجاتيف 8 اكس تايمز 1 بكام؟ باكس. واكس تايمز نيجاتيف اكس نيجاتيف اكس باور اوف 2.
وفي هنا ماينس. طيب تعال نفك البراكت ده. x times 1 x times negative يبقى negative x power 3, x times negative x يبقى negative x power of 2, 1 times negative 8 negative 8, 1 times negative x يبقى negative x, negative times negative يبقى positive mean x power of 2 equals mean. عندي x power of 2 negative و x power of 2 positive يكنسلوا بعض. يتفضل و x positive مع x negative هيكنسلوا بعض. يتفضل لي x power of 3 negative minus 8 equal كام؟ يبقى ال x power of 3 equals ماشي خليها negative هنا وهتبقى هنا equals مين؟ 8. طب يبقى ال x power of 3 equals كام؟ لا انت اللي صح negative 8. نعرف نجيب ال x cubic root ال negative 8 هتطلع equal كام؟ 2 negative. لا ولا اي ولا حاجة. دي cubic root لل negative 2 لل negative 8 هتطلع equals negative 2. جربها على الكالكليتر. مش فاهم ايه حصل. الحتة اللي بالازرق عملت x times 1 بكام؟ بx. ما هي؟ مش x times negative x. x times negative x. negative x power 2. دي كانت x power 2. 1 times negative 8. 1 times negative x. 1 times negative negative x power of 2 positive x power of 2. عشان negative هتغير negative. خلاص؟ هنا بقى x power of 2 positive و x power of 2 negative يكنسلوا بعض. positive x تكنسل negative x. عندي هنا ايه تاني؟ يتفضل لي negative x power 3 و negative 8. ال 8 جت هنا بالبوستيف اهي. النيجاتيف شلتها غيرت الساين كتبت الاكس ايكوالز كيوبيك روت النيجاتيف. اتفقنا؟ نيجي هنا. Find the area of the triangle whose vertices x, y, و z. انا عشان اجيب الاريا بتاع الترينجل دوت ليها حل بسيط قوي. هروح على الجراف وارسم ترينجل واشوف الاريا بتاعته واشوف بيز وارسم عليها هايت واجيب الاريا هاف بيز تايمز هايت. هو الكلام ده ينفع؟ هعمل كده؟ ينفع. بس هات بقى جراف بيبر بقى وقعد اشتغل ومش عارف ايه. في طريقه للديترمينانت. الديترمينانت قال لي ايه؟ قال لي اعمل عشان تجيب الاريا ايكوالز هاف وتعمل ديترمينانت. انت عندك كام اليمنت؟ 3. اول واحد 1 و 2 والثالث 3 ونيجاتيف 4 والاخيره نيجاتيف 2 كام؟ وبتكتب من عندك ونات 1 1 1. بقت مات بقت ديترمنت 3 في ايه؟ في 3. الاريا لازم تطلع رقم بوزيتيف. يعني ممكن الانسر بتاع دي يطلع لي رقم نيجاتيف، انا اقول له ايه يبقى ايه؟ بوزيتيف. لكن نتيجه الديترمنت ده ممكن تطلع رقم نيجاتيف عادي، بس انا هختار الاريا بتاعتي بالايه؟ بالبوزيتيف. هو بيطلع فاليو لكن ما بيطلعليش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. اتفقنا؟ يبقى الاريا ات ماست بي ايه؟ الانسر بتاعها لازم يكون ايه؟ جوه ابسوليوت. اتفقنا؟ هاف اساسي زي ما هو. تشتغلوا على انهي رو ولا على انهي كولوم؟ 1 تو 1. 1 تو 1؟ لا انا هشتغل على الونات. لان لما اعمل 1 تايمز اي حاجه ما بتاثرش بتنزلها. فيبقى ال1 ده اسهل لي. فانا هشتغل على الونات. نعمل بقى ايه؟ براكت كده. وهنشتغل على اخر ايه؟ كولوم. وفي ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هنكتب هنا مين؟ 1 1 1 عشان مش هيأثر معايا. هنعمل له ديترمنت ديترمنت ديترمنت. عند ال1 دوت قشطه مقطع يتفضل مين؟ ال1 اللي فوق ده 3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 2 و 3. عند ال1 الثاني اشطب وقطع هتبقى كام؟ 1 و 2 ونيجاتيف 2 و 3. عند ال1 الاخير اشطب قطع يتفضل لي مين؟ 1 و 2 3 ونيجاتيف 4. صعبه؟ نيجي هنا ادي الهاف زي ما هو اساسي لو سمحت. عندي دي هتبقى كام؟ بوزيتيف كام بقى؟ 3
3 تايم 3 9 ماينس 2 تايمز 4 8 هنا ماينس 1 تايم 3 4 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 صح كده؟ هنا 1 تايم 3 4 صباح الفل معلش هنا بلس كان في نقاش شويه حد فخلاني اسرع هنا 1 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 ماينس 2 تايم 3 بكام؟ ب 6 هنكتب دي على الكالكيوتر هيطلع لنا انسر الانسر اللي يطلع لو طلع نيجاتيف هكتبه بوزيتيف طلع كام؟ يعني دي طلع نيجاتيف 16 وعندي هنا في ايه؟ هاف هتطلع ايكوالز نيجاتيف 8 في عندي اريا بالنيجاتيف؟ لا الاريا ايكوال 8 ايه بقى؟ سكوير يونتس صعبه؟ طب تو بروف ذات ان 3 بوينتس ار كولينير لو انا عندي تريانجل مش ممكن ينفع يبقى 3 بوينتس على نفس الخط عشان يبقى تريانجل؟ لا لازم في بوينت تعلى كده صح؟ طب عشان كده طب لو البوينت دي نزلت على الخط هيتحول لستريت ايه؟ لاين وتبقى الاريا بكام؟ ليه؟ لان الهايت بقى مفيش صح؟ يبقى الاريا عندي بكام؟ طب احنا هنا نعرف نجيب الاريا او نجيب الديترمنت لو الديترمنت اجابته طلعت بزيرو يبقى هم ايه؟ كولينير يبقى عشان تعمل بروف ان هم كولينير ممكن تجيب الديترمنت تطلع في الاخر بكام؟ يلا هات الديترمنت هتبقى كام؟ نيجاتيف 2 4 3 0 وهنا هتبقى ايكوالز لا مش هكتب الهاف بقى مش محتاج اجيب الاريا هجيب الديترمنت على طول هيطلع بزيرو هيبقى هنا في ايه؟ بوزيتيف 1 ماينس 1 وهنا بوزيتيف ايه؟ 1 عند ال1 الاولاني قشطه بقطع هيتفضل مين؟ 3 يلا انا هحلها على طول 3 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 12 وهنا ماينس 0 عند ال1 الثاني دوت قشطه بقطع هتبقى نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 4 8 و8 تايمز 4 بكام؟ نيجاتيف 32 عند ال1 الاخير قشطه بقطع هتبقى نيجاتيف 2 تايمز 0 0 و3 تايمز 4 يبقى نيجاتيف كام؟ هنا واحدة نيجاتيف. يعني 8 مش كده تبقى 8 4 بكام؟ استنى. استنى استنى مش فاهم قصدك. لا ما تفهمني طيب في ايه؟ لا لا بس قلت 8 4 هتبقى تاني تاني فهمت ايه؟ عند الزيرو عند النيجاتيف 1 اللي في النص مش تقطع هتبقى دي 8 ودي 32 ماشي؟ نيجي هنا. دي هتبقى equals negative 12 minus 24 يبقى plus 24 minus 12 هتبقى الإجابة equal كام؟ وطالما equal 0 يبقى then 3 points are a are collinear طب تعالى بقى نعرف أنكل كرامر قال لك إيه؟ دلوقتي يا جماعة إحنا اتعلمنا الديترمنت مش عشان خاطر في موضوع اسمه ديترمنت احنا بنتعلم الديترمنت عشان انكل مين كرامر ده كرامر احنا عندنا التو ايكويشنز دولت وبيقول لي سولف عارفين السؤال ده لو جالي في تشوز هعمل ايه هعمل مود ايكويشن 1 ولا هستخدم كرامر خالص تعال نحل المساله دي ازاي كرامر عمل فيها ايه عشان نجيب اكس واي سولف يعني ايه يعني فايند اكس واي كرامر عمل ايه قال لي الاول لازم المساله تتكتب ان اوردر قلت له ازاي قال لي يعني انت هنا عندك اكس واي ايكوال نمبر اكس واي ايكوال نمبر قلت له ماشي قال لي الشياكه بتقول لك اكتب التو ايكويشنز تحت بعض قلت له حاضر يعني هكتب هنا 4 انا اسف هكتب هنا مين 3 اكس واي ايكوال نيجاتيف 2 هنروح نجيب حاجه اسمها دلتا وهنروح نجيب حاجه اسمها دلتا اكس وهنروح نجيب حاجه اسمها دلتا واي وبعد كده هنجيب اكس ونجيب واي طيب دلتا تعرفي يا هنا ازاي تيجي دلتا تعرفي يا هنا دلتا تعمل ديترمنت تعمل ديترمنت وتكتب 4 3 3 نيجاتيف 1
يعني 3 وال 4 وال 3 والنيجاتيف 1. طب دلتا اكس تكتب كده تغير ارقام الاكس, مش ده ارقام الاكس, بالانسر اللي عندك اللي هو كام؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 وهنا كام؟ نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2. وارقام الواي زي ما هي 3 ونيجاتيف 1. طب هنا في دلتا واي الاكس تفضل زي ما هي 4 و 3, وتغير ارقام الواي بمين؟ بال 4 ونيجاتيف 2 بالانسر اللي عندك. نيجاتيف 4 خلاص؟ طيب نعرف نجيب بقى دلتا. ها هتبقى 4 ملتبلاي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 4 ماينس ده تايمز ده اللي هي 9. هتطلع الاجابه ايكوال كام يا كابتن؟ نيجاتيف 4 ماينس 9 يبقى نيجاتيف 13. صعبه؟ يبقى انا كده جبت دلتا. طب عشان اجيب دلتا اكس يبقى ده ملتبلاي دوت يبقى ايكوالز 4 ماينس ده تايمز دوت بكام؟ بوزيتيف, يبقى بوزيتيف 6. ما هي نيجاتيف 6 نيجاتيف نيجاتيف. نعم نعم يبقى 6. الاجابه هتبقى ايكوالز كام؟ طب دلتا واي هيبقى 4 تايمز نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 8, و4 تايمز 3 تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 12, وما بينهم ايه؟ ماينس. فاحنا بنكتبها حاجه واحده بس, الماينس ماينس دي نكتبها ايه؟ بلس. ماشي؟ هنا هتبقى نيجاتيف 8 بلس 12 ايكوالز كام؟ 4. طب انا عشان اجيب الاكس هعمل ايه؟ قال لك الاكس يبقى دلتا اكس اوفر دلتا. دلتا اكس بكام؟ 10 اوفر دلتا نيجاتيف 13 يبقى ايكوالز نيجاتيف 10 اوفر 13. طب والواي نفس الكلام, دلتا واي اوفر دلتا نفس الكلام, يبقى كام؟ فين دلتا واي؟ 4 اوفر كام؟ يبقى ايكوالز نيجاتيف 4 اوفر 13. هنا لازم تكتب لي السوليوشن سيت. السوليوشن سيت ايكوال ذا سيت اوف, وتكتب اوردر بير في مين؟ الاكس بكام؟ نيجاتيف 10 اوفر 13, والواي نيجاتيف 4 اوفر كام؟ طب لو انا مديك بقى اكس وواي وزد حلو, هنعمل على 3 بس لازم ايه؟ تترتب. تعال الاول نرتبها. هنكتب ايه؟ لا يبقى 2x. لو عايز تكتب في الاكس الاول يبقى 2x بلس ماينس ايكوالز 1, والثانية 3x plus 5y plus 2z equals 8, والثالثة x negative x. لا هي negative x انت اللي صح عشان هنعد الايكوال plus 2y plus 3z equals 1. لا 1 ما هيروح الناحيه الثانيه, بتودي الناحيه الثانيه, هي جابتهم الناحيه. ماشي؟ هنا بقى هنطلع مين اول حاجه؟ دلتا. مين هي دلتا؟ 2 انا اسف قلت 2 كتبت 2 3 وهنا 3 وهنا نيجاتيف 1 2 3. يلا نطلع دلتا, وهنجيب دلتا مين؟ دلتا اكس. مين هي دلتا اكس؟ 3. لا هنغير ارقام الاكس, هتبقى 1 8 1 وبعد كده 3 2 نيجاتيف 1 2 3. بعد كده هنجيب دلتا دلتا واي. مين اللي قال كده بقى؟ اللي فهم دلوقتي. ماشي هنا بقى هنكتب مين؟ هنكتب الاكس زي ما هو وده زي ما هو 2 3 نيجاتيف 1 وهنا الواي 1 8 1 نيجاتيف 1 2 3. وبعد احنا نجيب دلتا زد. بس ثانية واحدة هنا بقى عشان مساحة بس. دلتا واي دلتا بقى هنجيبها ازاي؟ تشتغلوا على انهي رو او انهي كولوم؟ اشتغل على الرو الاولاني.
ماشي، نثبت كلنا نشتغل على الرول الاولاني ونخلص. ماشي، هنا هتبقى كام؟ بوزيتيف ونكتب 2، وفي النص نيجاتيف ونكتب 3، نيجاتيف 3، وبعد كده بوزيتيف نيجاتيف